يسعدنا أن نلتقي بالنجم الكبير والقدير نجم الأغنية الخليجية بكل تأكيد نجم الكويت الفنان نبيل شعيب. مشكورين وحياكم الله ومساهمتكم في تواجدكم اليوم نشكرها احنا بالنيابه عن اللي قاموا بهذا المهرجان. وقولوا امين ان شاء الله دوم بلدكم في خير واحنا والخليج كله، قولوا امين. والحقيقه بهالمناسبه الطيبه الانسانيه واشكر الاخوان اللي قدموني وما قصروا. بنقول شيء أغنية دائما أنا أرددها وأنا قلتها للمعاقين، فيا ليت إذا حافظين منها شيء نقولها مع بعض أنا وياكم، ماشي؟ نقول. لا نقولها الحين عشان نبتدي برنامجنا. حنا المثل الأعلى بالتحدي والصبر، أملنا بالمولى ورضينا بالغدا. ما في شيء اسمه مستحيل، لا هذه حجة كل دليل. وياي يلا معنا على فكرة من الإخوان اللي مشجعيننا داخل اسمك محمد الغريب طبعا مشهور وما قصر ويانا ومشكور كان يشجعنا من الداخل. حيو معاي حيو يلا قولوا معاي نحفظ. حنا المثل الأعلى تحت أملنا ورضينا بالقدر، ما في شيء اسمه مستحيل، لا هذه حجة كل دليل. حنا المثل الأعلى للتحدي والصبر،
I'm not afraid to die.
هذه 100 ريال او 100 حق شنو هذه؟ Oh,
فتوى. أنا ملتك لا تنسى بس محيل. أنا ملتك لا قولوا عساك. أنا محافظ. أنا من والضوء عساك. أنا غير كلام قايلة كلام قايلة لأنك حبي وحب الآخر الآخر. وأنا من ساكي لا ننسى والطول علي بعدك عساك انت بخير عاشق. We'll be right back.
يسرنا أن نشكر كل الجمهور الطيب الحبيب، فعلا حبيب حبيب حبيب، ونجاح هذه السهرة وجودكم. نشكر الأخوة الأفاضل اللي تفضلوا وشرفونا اليوم، أخوان في بلدية مسقط، سعادة المهندس عبد الله بن عباس بن أحمد، مشكور كل الشكر على هالأمسية الطيبة، وكل الشكر لفرقة الفرقة البحرينية الموسيقية والفرقة السلطانية الأولى للتراث والفلكلور وما أدري الفانة. الحقيقة نتقدم أيضا بجزيل الشكر لكل فنانين اللي شاركونا ونورونا النهاردة وأسعدوكم. نتقدم بجزيل الشكر أيضا للإخوان اللي شاركونا النهاردة في مهرجانهم الخاص، الإخوان المعاقين اللي نتمنى نكون وصلنا لقلوبهم وأسعدناهم، وهذا هو الهدف الأول والأخير من هذا الحفل. لدينا حفل آخر في نفس الموعد من الغد ونخبة أخرى من الفنانين، نتمنى لكم السعادة ونشكر كل من قام على تنسيق وإدارة هذا الحفل بحيث يبدو بهذا الشكل الراقي. الآن في الختام يسمعون الفرقة البحرينية الموسيقية عشان نحيي فنانين اللي شاركوا اليوم. يلا قعدوا وصفقة واحدة واحدة واحدة. هي وين؟ أطلع أطلع وين صفقة؟ حلو. حيو فنان نبيل الشحيد ومحمد البلوشي والفنان الإماراتي محمد المازم والفرقة الحلوة الشباب حبيب ميامي ورابح صقر طبعاً الفنان العماني محمد الخيني. هيا حيوا الفرقة البحرينية أقوى أطلع. حيوا نلبان إدريس، حيوا طارق الغالي، حيوا الحضور كله ومحمد اللنقاوي مش معانا. وباسمكم جميعا نشكر الفنان طارق العلي والمذيعة القديرة نربان إدريس. والشكر أيضا لجميع الحضور، وغدا إن شاء الله نلتقي وحفلة جديدة من مهرجان حديقة القرب الطبيعية لصالح المعاقين. شكرا جزيلا. والفنان أيضا حي الفنان أنور عبد الله اللي شاركنا اليوم في هذا الحفل الكريم. مشكورين مشكورين مشكورين. كل سنة وحضراتكم طيبين، صباح على خير.